أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين أن مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية مناسبة غالية لاستذكار منجزات الماضي وآفاق المستقبل لغد مشرق. وأشاد سموه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين الرياض والمنامة على كافة المستويات، والتي تميزت بخصوصية متفردة على المستويين الرسمي والشعبي، معبرا عن خالص تقديره إلى مملكة البحرين قيادة وشعبا على المشاعر النبيلة والسامية تجاه المملكة العربية السعودية. نحتفل في مثل هذا اليوم 23 من سبتمبر من كل عام بالذكرى السنوية لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. ونستذكر بفخر الإرادة الصلبة والرؤية الثاقبة التي تميز بها الملك المؤسس في لم شمل هذه البلاد الواسعة تحت راية التوحيد وبسط الأمن والأمان في ربوعها وتأمين سبل العيش الرغيد لأبنائها والمقيمين على أرضها، وهو الأمر الذي سارت على نهجه القيادات السعودية المتعاقبة. وفرحتنا بهذه المناسبة العزيزة تتزايد في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وهو الذي جعل مكانة المملكة ومصلحة ورفاهية المواطن السعودي قضيته الأولى وأولاها جل اهتمامه، حيث حققت المملكة مرتكزة على توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرؤية الثاقبة لسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله. لقد رسمت المملكة العربية السعودية بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان خارطة الطريق نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة، واختطت لها مسارا نهضويا طموحا تمثل فيه رؤية المملكة 2030، وتعتمد الرؤية على ثلاث محاور هي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح. ولعل نذكر بعض المشاريع العملاقة من رؤية المملكة 2030، والتي منها مشروع رؤى الحرم المكي والذي يهدف إلى رفع عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030. مشروع رؤى الحرم المدني ويهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية ليصل إلى 23 مليون زائر سنويا بحلول العام 2030. أطلقت مشروع نيوم ومشروع جدة داون تاون ومشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع ذا لاين. اهتمت المملكة اهتمام واضح بالمرأة ورفع شأنها في المجتمع، حيث أصبح لها الحق في الانتخاب والتصويت والترشح للمناصب الريادية والحصول على رخصة مزاولة المهن المختلفة. قامت المملكة بتطوير مصادر الدخل غير النفطية. إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين شهدت تطوراً في كل المستويات الإقليمية والدولية، ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أشيد بما تلقاه السفارة وما تحظى به من رعاية وتقدير كريمين من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة فولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومن جميع المسؤولين والجهات الحكومية في مملكة البحرين، فلهم منا كل الشكر والتقدير. كما أتشرف بأن أرفع باسمي ونيابة عن منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين أطيب التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والأسرة المالكة الكريمة وللشعب السعودي الكريم، سائلين المولى القدير أن يديم على بلادنا العزيزة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قائدها وراعي نبضتها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله.